شك الصحة العامة بتفرق في صحة العصب البصري، خاصة بنخاف احنا من الانيميا في مرضى الجلوكوم. الانيميا العصب البصري مضغوط عليه من الضغط العالي، فطبعا خانقه، اما يبقى في انيميا برضه المدى الدموي بتاعه بيقل شوية وكفاءته بتقل شوية، فطبعا الانيميا ونقص الفيتامينات ليه طبعا دور في ايوه زيادة المية الزرقاء يعني. يعني فيتامين جيم مثلا هل له دور لا ما معين او اتكلمش على جيم، هو بالذات الانيميا وفيتامين ب مركب يعني هاي بتحذر من ان يبقى يعني، دول المريض يعني الجلوكوم عنده مهمين انيميا؟ لي يعني ما يكونش عنده انيميا ويكون ايه بياخد ب مركب اضافي يعني. تمام، ذكرت حضرتك